تقهوى بعاصم. بعاصم ما بين الدهشة والوحشة، أنت وينك؟ أنا بين الدهشة والوحشة. شلون؟ المصطلح هذا أولى الناس فيه اللي أعمارهم من 30 إلى 50، فقبل 30 يكون عنصر الدهشة مسيطر على الإنسان، فمن طفولته يكبر مندهش في الحياة، يتعلم أشياء جديدة، يشوف أشياء جديدة، يشوف كل شيء جميل، أصدقاء جديدين وعلاقات جديدة. بعدين بعد 50 يجي الوحشة، فيقل كل شيء متكرر عليه، الأماكن، الناس، الأشياء، بالعكس يبدون يقلون الناس. فنحن من 30 إلى 50 بين العنصرين هذا، شوي من الدهشة وشوي من الوحشة. قبل 30 مسيطرة الدهشة بشكل كامل تقريبا، وبعد 50 تسيطر الوحشة بشكل كامل تقريبا. طبعا هذه زي ما قلت لك وكعادتنا دائما فلسفة بشرية لحالة الإنسان، لكن حنا كمسلمين يختلف الوضع معنا. نستطيع أن نجعل عنصر الدهشة تفكرا في هذه الحياة مع الله سبحانه وتعالى، ونستطيع أن نجعل عنصر الوحشة أنس بالله سبحانه وتعالى. فمن كان مع الله لا تبهره الدهشة وتنسيه علاقته بالله سبحانه وتعالى وينشغل في هذه الدنيا وملذاتها، ولا تؤثر عليها الوحشة فتجعله قانط من رحمة الله سبحانه وتعالى. لذلك حنا مختلفين كمسلمين بعلاقتنا مع الله سبحانه وتعالى. يقول اليوم أنا كملت 35 عام مضت ما كانها غير ليلة، الطفل بعيونه يشوف أنها سنين، والشيخ بعيونه يراها قليلة، واصبحت راقب بينهم وضع جيلين، ولا فيه واحد عايش بجو جيله، كنا صغار وودنا أن كبيري وكبار وابن أصغر ولا في حيلة، نحرق مراحلنا ونمضر البعدين، وبعدين تبقى الذكريات الحصيلة.